مرحبا بملايين مشاهدينا وكل من يتابع قناة الفجيرة، قناة مطلع الشمس، من إمارة الفجيرة مطلع الشمس، برنامجكم الجميل والمنوع برنامج 7 على 7 الذي يأتيكم من الأحد للخميس مع ضيوفه المتميزين ومواضيعه المنوعة. يسعدني طبعا أني أسلم على زميلي عبد العزيز. عبد الله يسلمك يا زميلتي سام، مسا النور وسرور عليك، ومسا النور وسرور والبخور والعود على مشاهدينا على قناة الفجيرة، وحياكم الله في برنامجكم 7 على 7 بعد اللي انقطعت عنهم من يوم الأربعاء، اختفيت عنهم هذا، وراجع لكم بكل شوق، وإن شاء الله حلقة اليوم تكون مثل الحلقات الثانية مميزة ومختلفة بمواضيعنا اللي راح نطرحها أكيد. عليكم يا سهام، وشو عدنا وتقول لك إجازة أكيد استانست فيها أكيد، يعني مو بأن خليتها كذي، والأمطار اللي نزلت يا سهام كانت أمطار جميلة جدا، استمتعنا فيها أكيد. نزلت على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المناطق، أجواء والبلد جميلة. اليوم أم القيوين ما شاء الله، يعني ما شاء الله يقول لك حتى تذاكر الطيران راح تكون عالية. الله يحفظ الإمارات يا رب إن شاء الله، وإحنا كلنا متنومسين بهالفرحة وهالرحمة يا رب. خلينا نتكلم عن التعليم طبعا عبد العزيز، ومشاهدينا أكيد عارفين أن التعليم في دولة الإمارات الحمد لله حقق قفزات مهمة خلته ينافس نقول الدول الكبرى عالميا، نتيجة الحمد لله اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم، وما بخلت دولتنا الكريمة على أبنائها في هذا الاتجاه عبد العزيز، فأثمر هذا الاهتمام جودة واضحة في إنتاج وإخراج مخرجات جميلة من الطلاب فعلا. صحيح يا صحيح يا سهام، ونحن أكبر دليل قاعد نشوف انفاق دولة الإمارات نعم. السخي على التعليم الحمد لله. في الجوائز اللي قاعد يطرحونها على الطلاب أو أكيد. على التلاميذ، وأنت مدرسة يعني سهام، يعني ما رحنا بعيد نحن، فأنت تعرفين، والحمد لله رب العالمين، دوما نهضة الدول وتقدم الدول هو يركز على ركيزتين أساسيات يا سهام، التعليم والصحة، التعليم أكيد. قبل كل شيء وبعد كل شيء الحمد لله. فالحمد لله رب العالمين، التقدم اللي نحن شفناه في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قادتنا الله يحفظهم ويطول بعمارهم، وكذلك بفضل اهتمامهم اللامحدود على التعليم والسخي على التعليم، اليوم قاعد نشوف مدارسنا أفضل مدارس، جامعاتنا أفضل جامعات، البنية التحتية، مخرجات هذه التعليم. الجامعات، مخرجات هذه المدارس، التخصصات صحيح. اللي يعني قبل كان ممكن التعليم من الصف الأول الثانوية وبعدين يتخصصون في الجامعات صحيح. حاليا لا، ابتداء منهم في الصفوف في المدارس تبدأ التخصصات، معاك التعليم العام، معاك التعليم النخبة، قبل كان التعليم الفني والتعليم العام، أما الآن لا، في تخصصات كثير وهم ياسر في مقاعد الدراسة. والجميل الحين زميلتي سهام، لما أنت تشوفين الطالب عنده مواد في الابتكار أكيد. عنده مواد في الاختراع وعنده مواد في أمور ثانية أكيد. فتتفاجئين بعقلية هذا الطالب اللي يكون في المرحلة الثانوية، الاهتمام بجودة الابتكار، يعني أنت تشوفينه في المرحلة الثانوية لكن ما شاء الله عليه، تتوقعين أن هذا داش الجامعة ولا تخرج، هم يدرسون لأن هم المراحل العادية من الصف السادس تشوفهم يدرسون المراحل الأكبر، وأكيد مشاهدينا خير مثال على هذا الاهتمام بالتعليم ما تشهده إمارة دبي، حيث تقام حاليا عبد العزيز فعاليات الدورة السابعة من منتدى العالمي للتعليم والمهارات 2019 تحت شعار من يغير العالم، حيث تجمع هذه الدورة أكثر من 144 دولة طبعا، ويوفر له هذا المنتدى بيئة مثلى للبحث أكثر التحديات إلحاحا والتي تواجه فعلا قطاع التعليم والمجتمع في خضم جلساتها البالغة عددها 144 جلسة، ونتابع معاكم هذا التقرير عشان تعرف أكثر عن هذا المنتدى يلا نتابع. السنة التركيز مش على اللاجئين، التركيز هو من هم اللي سيغيرون العالم، فكانت في محاور مختلفة اللي أنا ذكرته، أنا كان تركيزي على الشباب، واللي تفضلوا المتحدثين الآخرين أيضا ركزوا على الشباب، ففي شباب هم لاجئين، في شباب متضررين، في شباب متعلمين، في شباب غير متعلمين، فقضية اللاجئين وقضية الروهينجا اللي انذكرت كانت قصة من القصص اللي من هم اللي ممكن يمسكون المستقبل ويغيرون شكل الكرة الأرضية للمستقبل، وهو أهم شيء إن اليوم إحنا لازم ودائما نستثمر في الشباب لأنهم جيل المستقبل. اللاجئين لازم نركز عليهم، إحنا كدبي العطاء يعني ركزنا على اللاجئين من 2015، طلعنا بإعلان عالمي إن راح نوفر التعليم في حالات الطوارئ، بس اليوم إذا تشوف اللاجئين مو قادرين يحصلون الدعم العالمي اللي هو موجود، والدعم للاجئين أول شيء يبتدي بالتعليم، لأن هم شباب اليوم وهم جيل المستقبل، هم أطفال اليوم وشباب المستقبل.
I think the important thing about gathering like-minded people or even people who have different perspectives together at a conference in a place is that it sparks conversations, it sparks face-to-face dialogue where interesting things can happen. And I think the really big breakthroughs happen whenever we start to collaborate. I've been involved at the opening plenary session, and the interesting thing about that was that the host was a 10-year-old boy representing the future generations, and I think talking about education without the voice of a 10-year-old or a young person in the room would be to miss the point. So I was involved in the opening plenary talking about change makers. I just did a little talk of my own story and a discussion of how to create collaborations to find a cure for paralysis. And then I'm speaking about education and disabilities later on in the day. الله يبارك في جهود دولتنا اللي قاعد تبذل في شتى في مختلف المجالات يا نعم. سهام فالله يوفقهم ان شاء الله ودوما التعليم شيء مهم واساسي اكيد ويحفظها القادم. طبعا حلقتنا اليوم راح نشوف فيها يا سهام ومشاهدين الكرام مهرجان ايام الشارقه المسرحيه معرض متحف عجمان الكتاب اكيد وبنتكلم كذلك او بنسلط الضوء على مؤتمر ابو ظبي السنوي العاشر للعنايه بالجروح وراح نشوف وياكم مشاركه جمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه في الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء في المغرب والموسم الثقافي الرياضي في نادي راس الخيمه اكيد بنسلط الضوء عليه والتسامح من خلال او ترسيخ قيم التسامح من خلال الاسره يا اكيد مواضيعنا حلوه واكيد بيستانسون معنا بيتابعونا طبعا لكن بنشوف التفاصيل هذه اكثر لكن بعد الفقره الاخباريه مع زميلتنا ليالي مبروك عليك الرحمه مساء النور لكما سهام وعبد العزيز بالفعل عبد العزيز من الله تعالى علينا في دوله الامارات العربيه المتحده منذ مساء الامس بامطار الخير والرحمه المصحوبه ايضا بحبات البرد. ونحن في اواخر شهر اذار مارس لازلنا نشهد هذه الأجواء الشتوية أقول لكما ها هي الرمال الذهبية تكتسي ثوبها الأبيض بحمد الله نعم وشبابنا وما شاء الله عليهم بعد ما قصروا بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي الناشطين بالفعل كان قد تبدأ العديد من المشاهد التصويرية والأفلام والصور الرائعة الأكثر من رائعة استمتعنا بها جميعا أكيد خلينا نتابع معك هذه الأخبار المنوعة شكرا لكم 24 من آذار مارس 2019 جولة إخبارية جديدة مشاهدين أينما كنتم أرحب بكم بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سيباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا وسبل تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة حيث رحب سموه بمستشار النمسا متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة واستعرض سموه والمستشار النمساوي جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والثقافية كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على تنمية علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أشمل وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة وأكدا ضرورة ترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سيباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين أدنوك وكل من شركة OMV وشركة بورياليس وذلك لاستكشاف فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة
دولة الإمارات حريصة دوما على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة بما يسهم في الدفع قدما بتبادل المعرفة والخبرات وتوثيق التعاون والاستثمارات المشتركة لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وقع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، وكل من دكتور راينر سيلي الرئيس التنفيذي لشركة OMV وألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس. ووفقا للاتفاقية الأولى ستتعاون كل من أدنوك وشركة OMV في تقييم فرص جديدة لتوسعة شراكتهما الحالية في مجال مشاريع البتروكيماويات وتبادل المعرفة والخبرات، في حين تنص الاتفاقية الثانية على تعاون أدنوك وOMV في استكشاف فرص استخدام تقنيات ريأويل لإعادة تدوير البلاستيك في مجمع الرويس، أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك في منطقة الضفرة في إمارة أبو ظبي. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد وسيباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا الصديقة العرض الافتتاحي للترويض الكلاسيكي للخيل الباليه الأبيض الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، قدمته مدرسة الفروسية الإسبانية العريقة في قصر الإمارات في أبو ظبي. كما تسلم صاحب السمو هدية الجواد نيبو لينيتا تيودوراستا من مدرسة الفروسية الإسبانية قدمه إلى سموه كل من سيباستيان كورت مستشار النمسا وسونيا كليما المدير التنفيذي في مدرسة الفروسية الإسبانية، تقديرا لدعم سموه المستمر للخيول والتراث وتعبيرا عن عمق العلاقات وروابط الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا المستمرة على مدى سنوات. على صعيد آخر، بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة البشيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادث غرق عبرة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، حيث أعرب صاحب السمو حاكم البشيرة حفظه الله عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتقم الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق. في شق مغاير، شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في احتفالات المملكة العربية السعودية في ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي أسدل الستار على فعالياته في منطقة الرمحية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من أولياء العهود والمسؤولين العرب والأمراء. وفي الختام كرم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل. وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق بحضور ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. إلى موضوع مختلف، حيث كرمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مختلف الإدارات والمراكز والموظفين الفائزين بجائزة القائد العام لأفضل مركز خدمة بتصنيف النجوم 2018 وجائزة منطقة الفجيرة الأمنية لأفضل مركز خدمة، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة العليا نحو الارتقاء بمستوى خدمات وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بصورة تفوق توقعات المتعاملين وتشجع المراكز وموظفي الواجهة الأمامية على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحسين آليات العمل المتبعة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تحرص دوما على إسعاد المتعاملين ناحية الخدمات المقدمة إليهم. وفي الختام قام نائب قائد عام شرطة الفجيرة سعادة العميد محمد بن ناي عطنيجي بتكريم الجهات الفائزة.
على المستوى الخارجي، أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيفا أهمية الدور الذي تطلع به كل الأطراف خاصة الحكومية في تعزيز قيم التسامح، مشيرا إلى التزام الإمارات بكل المعاهدات والمعايير الدولية الخاصة بالمساواة والحرية والاحترام وعدم التمييز. كما شدد على أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف هو عمل مشترك يجب أن تتضافر فيه جهود كل الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية بغية بناء مجتمعات مسالمة ومتناغمة. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السفير الزعابي في الحلقة النقاشية التي شاركت بعثة الدولة في جنيف في تنظيمها مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي تحت عنوان الاحتفاء بالتنوع التسامح وما في طياته من امتداد نحو التعاطف على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 2019. ومع هذا الخبر من جنيف أختم وإياكم مشاهدينا هذه القراءة الإخبارية، نستكمل بقية فقرات البرنامج مع زميلي سهام وعبد العزيز. شكرا ليالي على هذه الأخبار المنوعة مشاهدينا، وإلى الإمارة الباسمة، إلى مهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته 29 والذي يأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. طبعا انطلقت الفعاليات في 17 مارس وراح تستمر حتى 27 الجاري، وراح تكون في مسرح قصر الثقافة ومعهد الشارجة للفنون المسرحية وجمعية المسرحيين. حلو يا سهام اهتمام الشارجة واهتمام الوالد الشيخ سلطان الله يحفظه ويطول بعمره بهذه الثقافة وبتنوع الثقافة اللي موجود في الشارجة. نعم، اهتمام الإمارات ككل حتى في دبي. فالشارجة دوما هي عاصمة الثقافة. نعم، فخلينا نعرف تفاصيل أكثر مع الأستاذة مهرة الكتبي عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان أيام الشارقة المسرحية. أهلا وسهلا فيك وحياك الله. أستاذة مهرة مرحبا بك. مرحبا فيكم يا هلا. الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتعرف أكثر عن هذا المهرجان، تعطينا نبذة عن الأعمال التي ستقام في هذا المهرجان. طبعا أيام الشارقة المسرحية بدورتها 29 تتميز بوجود 11 عرض مسرحي، 6 عروض مسرحية هي اللي تتنافس على المسابقات الموجودة خلال المهرجان. عندنا مسرحية أحمد بنت سليمان، مسرحية مجاريح، مسرحية الساعة الرابعة، مسرحية العرجون القديم، ومسرحية تلايا الليل، ومسرحية أبو شنب، بالإضافة إلى عرض المستضاف لأول يوم في الافتتاح كان من جمهورية مصر بعنوان الطوق والأسورة. تم عرضه في الافتتاح. هذا العرض هو العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بأفضل عرض مسرحي متكامل في عام 2018 خلال المهرجان اللي تم تنظيمه من قبل الهيئة العربية للمسرح. أستاذة مهرة، جميل أن احنا نشوف السنة هذه في مشاركة من فنانين على مستوى دول الخليج، لو تكلمينا عن الفنانين المشاركين من دول الخليج في هذه النسخة. طبعا أيام الشارقة المسرحية تحتفي بوجود أكثر من 300 ضيف من الفنانين والكتاب والنقاد المسرحيين سواء المحليين أو من دول الخليج أو من الدول العربية كذلك، وأسماء كبيرة متواجدة معنا خلال الأيام مثل الفنان محمد المنصور، الفنان سعد الفرج، الفنانة هيفاء حسين وغيرهم الكثير من النجوم. نعم، كيف يتم اختيار هذه العروض المسرحية المؤهلة للمهرجان أستاذ مهرة، لو تخبرينا عنها؟ بالنسبة لاختيار العروض، طبعا المشاركة جميع العروض المشاركة طبعا يتم تتقدم للمشاركة ويتم تدقيق عليها فنيا هل تصلح للمشاركة أم لا وفق شروط ومعايير معينة، ترجع للجنة المختصة. بعدها يتم عندنا مشاهدة العروض هذه من قبل لجنة مشاهدة ويتم الاختيار على هذا الأساس. جميل. باقي كم من يوم؟ باقي يومين تقريبا ونحن نلحق إن شاء الله نشارك وياكم، وهي دعوة للمشاهدين لين يوم الأربعاء. الأربعاء بيكون حفل الختام، وهذه دعوة للمستمعين هم يشاركون معنا خلال هذه الأيام إن شاء الله. جميل، حلو الأنواع هذه من الفعاليات، ولازم نلحق سهام نشارك لو يوم واحد وياكم إن شاء الله تعالى. أكيد طبعا، تنورنا. الله يعطيك. كلمة أخيرة أستاذة مهرة. يعطيكم العافية، شكرا لكم. الله يحفظك. طبعا من المجال الجميل مجال الثقافة سهام، راح نروح نشوف معاكم مؤتمر دبي للفروسية. واللي تنطلق في النسخة الثالثة تحت شعار دبي القلب، اللي انطلقت دبي القلب النابض لفروسية العالم. نعم، طبعا ما شاء الله كان هناك نخبة من رموز وخبراء الفروسية من داخل وخارج الدولة وجلسات مختلفة. مشاهدينا وعبد العزيز ناقشت العديد في عالم الفروسية سواء عن الخيل او عن حتى عن كل قضية تتعلق بالفروسية. ايش رايك تتابع معك هذا التقرير؟ يلا خلينا نشوف التقرير هذا. الله يعطيك العافية.
الخيل لما تكون هواية، الهواية تكون بعدد قليل وتركيز من أشخاص محددين وللهواية فقط. أما الآن مع وجود هذا الزخم الكبير وأيضا وجود هذه المنافسات القوية سواء في سباقات السرعة أو الجمال أو التحمل أو القفز، فأعتقد لما تنتقل إلى صناعة ستكون محرك اقتصادي كبير من حيث يعني انتقالها، إيواءها، إعاشتها، البيطرة الخاصة بها، العناية بها، ستخلق مجالات وظائف ومجالات مصادر دخل لكثير من الناس في هذا كصناعة. فهذا اللي بيجعلها بالإضافة أنها تكون طبعا البيع والشراء والانتقال وحركة، هذه كلها بتكون تحرك حركة اقتصادية لها منظومة في الخيل. فلذلك من ركز على صناعة، الصناعة ليس للمالك فقط أو المربي، الصناعة ستشمل أشخاص قد لا يكونوا ملاك مربيين، قد يكونوا مقدمين خدمات أو مطورين لمصطبلات أو ميدان سباق أو غيرها، وهذا سيجعل الفائدة أوسع. هذه النسخة الثالثة من المؤتمر اللي يقام على هامش البطولة، وشعار السنة هذه دبي القلب النابض للفروسية. بالفعل يعني اسم على مسمى، أن انطلقت البطولة من دبي واكتسحت أشياء كثيرة وانتزعت احتراف العالم، وبدأنا في استقطاب كفاءات جديدة وسلالات جديدة من الخيل، ووجدنا كفاءة معينة في القضاء اللي أقروا النتائج الأخيرة في التحكيم. الحمد لله رب العالمين، أصبح اهتمام العالم بدبي في هذه الفترة، وسيزيد هذا الاهتمام بعد أسبوع عندما تنطلق مسابقات كأس دبي العالمي، عندما يكون هناك حوالي 2 مليار نسمة عينهم على دولة الإمارات. طبعا نحن الجلسات النقاشية الأولى يعني كانت تركزت على العلاقات الأخوية والتلاحم الوطني بين الإمارات العربية السعودية والمملكة العربية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. طبعا الموضوع جاء عن الجهود المشتركة في تطوير سباقات الخيول العربية. طبعا الجلسة تناولت العديد من القضايا، يعني إن شاء الله راح نطرح هذه القضايا بعد ما يعني نفند ما جاء في الجلسات، وراح إن شاء الله نخرج بالتوصيات يعني تتكلم بشكل مختصر عن ما جاء في هذه الجلسات. وطبعا نتمنى إن شاء الله المزيد من المعرفة من خلال الجلسات القادمة للمؤتمر إن شاء الله. الجلسة الثانية راح تكون إن شاء الله بعد قليل، وإن شاء الله راح نتكلم في إنتاج الخيول العربية، وإن شاء الله نتمنى يكون في إثراء أيضا للعديد من المعلومات الخاصة بإنتاج الخيول العربية. حياكم الله مشاهدينا، والحين خلونا نتكلم عن معرض متحف عجمان للكتاب والذي يقام بالتزامن مع فعاليات الشهر الوطني للقراءة وبتنظيم من إدارة متحف عجمان بدائرة التنمية السياحية في عجمان. صحيح سهام، حلو أن نحن الحين في شهر القراءة والاهتمام بشهر القراءة. فأنا دوما أقول الإنسان إذا أراد أن يرتقي واللي أراد أن يتعلم في أي مجال من مجالات الحياة عليه بالقراءة. القراءة تخلينا أكبر من أعمارنا الحقيقية، تهذب النفس. أنا أشوفها طبعا على طول راح نعرف أكثر عن الكلام اللي تقلتي اللي هو معرض متحف عجمان للكتاب. معانا هنا في الاستوديو الأستاذة ميثا سعد السويدي، مدير قسم المعالم السياحية في دائرة التنمية السياحية. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. حياك الله أخوي. كيف الأمور؟ الحمد لله الأمور طيبة، ربي يسلمك. وش الأجواء معك وانت جاية الحين؟ لا بالعكس، الجو يعني استمتعت في الجو أكثر ما يعني من زمان ما يتلف جير، وأحبها هي كإمارة لها طابع جدا خاص. الله يسلمك، طابع طبيعي جدا جميل. هدوءها جدا هادي. هذه إمارتك يعني لازم كل مرة أنتي تسلم. ما تقولين أول من زمان مويتنا، هالكلام يزعلنا. مفروض أنتي كل مرة تجينا. لا إن شاء الله الجاية أكثر الفرص إن شاء الله موجودة إن شاء الله تعالى. خلينا نتكلم عن معرض متحف عجمان الكتاب، ونحن تحت الهواء أنا أقول لك نحتاج شوية تركيز أكثر على شهر القراءة، نحتاج تركيز أكثر، ثقافة القراءة نحتاج أكثر. اليوم متحف عجمان أو معرض متحف عجمان للكتاب، شو الإضافة اللي يسويها؟
انطلق معرض عجمان للكتاب في دورته الأولى، نعتبرها نحن تقريبا دورة تجريبية. تزامنا مع عام التسامح وتزامنا مع مبادرة معالي نور الكعبي لشهر القراءة. وطبعا المعرض استقطب معظم الدور المحلية والعربية، ونحن طبعا جدا سعيدين بهذا المعرض لأنه تقريبا يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى الإمارة للشهر القراءة، ويكون ملتقى للثقافة، ملتقى لمحبين القراءة، ملتقى للعوائل، يكون منبر جميل للثقافة. أكيد. بس أستاذ ميثا، نحتاج حد يقول نقرأ؟ تحتاج الى حد؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا الشيء تعرفين يكون يعني الواحد كل ما قرأ كل ما زادت المفردات عنده. صحيح. كل ما يكون أكثر هي يكون في وعي. يعني لو هو يمكن من البداية الناس تخوف في القراءة، بس مع الأيام لما هو يبدي يقرأ راح يشوف إنه في دورات وندوات اللي قدمتوها في هذا المؤتمر أو في هذا الندوة. دوراتنا تقريبا لها طابع شوية مختلف، بما أن نحن في متحف فدوراتنا هي أكثر شيء لها طابع تراثي أكثر. نعلم الأطفال على السنع، نعلمهم عن الألعاب الشعبية، نعلمهم الموروث التراثي، الموروث. صحيح. الشعبي، لأن ممكن يروحون دورات تعليمية في أماكن ثانية بس السنع. أكيد. والتاريخ ما راح يعرفون إلا عن طريق المتحف. أنتم في دارة التنمية السياحية، نعم، اهتمامكم جميل في الكتاب، سر الاهتمام هذا وسر اهتمامكم مثل هذه الفعاليات الأدبية؟ طبعا بدعم من سعادة صالح الجزيري، دائما يدعم الموظفين، يعني حتى لو في أي مبادرة ثقافية يعطيهم الوقت العمل يزورون هالحدث الثقافي اللي موجود في الإمارة. ومن غير هذا دائما تطلع قسائم شرائية، سواء إذا في معرض كتاب ولا في مسرحية أو أي حدث ثقافي، عن طريق الدائرة يروح الموظف وعائلته إنه يحضر الحدث الثقافي. جميل جدا. خلينا نتكلم عن الشراكة المجتمعية ومشاركة طلاب المدارس أو طلاب الجامعات. نعم، حاليا في شراكة بيننا وما بين المنطقة التعليمية، أو في علاقات جدا جميلة. فكل ما يكون عندنا أي حدث ثقافي بالذات في المتحف يكون تخاطب بيننا، وبالفعل يكون في إقبال من المدارس بالذات من الحلقة الأولى والحلقة الثانية. دوما نحن نقول في بيئة العمل لما يخلونا نحب القراءة ولا يحطون لنا مكتبة صغيرة يكون شيء جميل، خاصة أنت تدرين وقت الفراغ بدل تلعب بالموبايل تقرا كتاب ولا شيء. الامور اللي انتم سويتوها على اساس انكم تحطون بيئه القراءه موجوده في بيئه العمل موجوده عندكم، او ترسخون مفهوم القراءه في بيئه العمل لدى الموظفين. حاليا نحن عندنا مبادره جدا جميله في دائره التنميه السياحيه، مبادره قهوه الصباح. كل ثلاثه عندنا قهوه الصباح، اللي يقرا اي كتاب خلال اسبوع يناقشه في خلال المبادره. حصل اوفر؟ عفوا، يحصل اوفر يعني على الراتب؟ ان شاء الله، ليش لا، يستاهل يستاهل. دوما نركز على الشيء هذا. دائما الناس تركز على الجانب الثاني، بس هو كفايه يحس بمتعه الناس الثقافيه. صحيح. تحس بمتعه لما في ناس تسمعها. صحيح. وتسمع شو عنوان الكتاب او حد يناقش الكتاب. صحيح. يعني خططكم المستقبليه او مخططاتكم اللي ان شاء الله بتكون معاكم الحين؟ ان شاء الله، ان شاء الله خلال هاي السنه راح يكون نستقطب دور النشر العالميه. دور النشر العالمي، ويكون انه تقريبا يعني معرض متكامل في متنوع وفي اكثر من لغه. استاذة ميثا، دوما خلينا نتكلم الحين عن القراءه بشكل عام ونستغل تواجدك اللي موجود هنا. انا كان خاطري اسالك سؤال قبل لا اسالك السؤال اللي في بالي. تفضل. ولا نخليه اخر شيء السؤال هذا قبل لا نختم؟ لا تفضل، بالعكس. اول شيء خلينا اليوم نحن نشوف المجتمع للاسف الشديد صار يعني اهميه القراءه قلت. الأولويات الحياة زادت، الإنسان صار مشغول، صارت القراءة قليلة في المجتمع. كيف ممكن اليوم نحن نرجع أو نقول للمجتمع أهمية القراءة هاي؟ كيف نرجع نقرأ نحن؟ لأن فعلا يقول لك أنا الصبح دوام، العصر عندي مشاغل، بالليل عندي مشاغل، وينتهي اليوم على هذا. فجزء مهم إلى هو القراءة فقدناه أو طاح. كيف ممكن أنا أوعي المجتمع أقول له نبدأ نقرأ؟ كيف ممكن إحنا ندخل على المجتمع؟ كيف ممكن إحنا ندخل على الناس الكبار في السن أو على الشباب المراهقين إنهم يبدون يقرون ويتثقفون؟ والله الصراحة تشوف يعني من وجهة نظري اللي واحد اللي حاب يقرأ يبتدي من نفسه. صحيح. إذا أنا قريت يصير فضول الشخص الثاني شو اللي تقرأ أو شو الكتاب اللي أنت متناوله. يوجد لنا سؤال. هي نعم، يعني حتى الوالدين لو يبتدون هم يقرون، أو إذا الوالدين يحبون القراءة. صحيح. سبحان الله الجيل اللي بعدي يكون محب للقراءة، يعني لما يشوف اللي أكبر منه يقرأ. صحيح. بالعكس يعني يمتص حب القراءة من الوالدين من البيئة اللي حواليه. في كتب الحين إلكترونية، بس أنا أفضل الكتاب طبعا. الكتاب طبعا جدا مختلف، في متعة لما أنت
وانت تمسكين الكتاب في متعه جدا جميله. الحين كل مكان ما شاء الله تروحين كوفيات اي مكان تسيرين تشوفين في زاويه موجوده لك يعني غصبا عنك حتى لو تريين الكوفي مالك بتشوفين الكتاب قدامك وبتقرين. في مصيبه ثانيه صار الحين موضه يعني تدرين الواحد يدخل الكوفي مع كتاب ولا هو يقرا فتلقيني يتمشى فيه بس مو مشكلة أنا تبع عادي حتى لو تمشى فيه شوفوني أنا مثقف لا حتى لو تمشى فيه ولا بيقرأ أكيد كلمة بتلفت انتباهها أكيد بيشوف شيء في واحد من الزملاء أستاذ ميثا وأستاذ سهام كان رايح معرض الكتاب وأنا أعرف أنه ما يقرأ في عمره ما قرأ جريدة يعني يدوب يقرأ الواتساب هو فرايح معرض كتاب كان مقام في الإمارات وكاشخ ياخذ له مجموعه من الكتب وصورها من نشال الكتاب فقلت له يعني انا خذيت يعني ظنيت ظن جميل ايجابي ان الريال بدا يقرا اقتنع الناس الدوله قاعد تقول اقروا اقروا يقول لي لا والله شو يعني هذا بدل اروح المول بس خليني اروح معرض الكتاب بس انا شوف استفد انا بالنسبه لي يعني ممكن لا خلي النظره ايجابيه انه هو شال معه هذا الكتاب اكيد هذا الكتاب بيستفيد منه اي شخص حتى انت ممكن تاخذه عنه لا شوفي يعني سهام يعني انا اروح مثل اللي يروح الجيم يتصور يطلع برا مو يروح يسوي رياضه هو بس يروح يصور هذا الشيء اللي قاعد يعني هو يعني كيف شبع نفسه لو هو قرا لو قرا كتيب لو قرا على الاقل صفحتين ثلاثه ممكن احنا نقول استفاد لكن لا هو اخذها بصوره اني انا مثقف شوفوا لان هي يعني لما هو شال الكتاب ما كان من قناعه داخليه صحيح ما كان من قناعه اهم شيء القناعه تكون موجود انه انا استفيد من الكتاب ما اقرا كتاب بس مجرد الناس انها تقرا الكتاب اقرا كتاب اللي هو يعني في حد يحب الروايات في حد يحب الكتب اللي هي تحفيز الذات والايجابيه اي نعم بس ما في كتب سياحيه بس انا بعد انظر مره ثانيه واعارضكم يعني اقول لكم يمكن يستفيد منها يمكن في يوم من الايام بيقرا ان شاء الله او شخص ثاني حتى لو يقرا ان شاء الله ليش لا يعني انا قلت لك ما في كتب سياحيه انت لفيتي و... تعرف لا في كتب سياحيه هي موجوده بس اللي يحب السياحة أكثر شيء يعني في ناس اللي تحب السفر تدور الكتب السياحية بس أنت ما تعرف أن السياحة على طول على قطاع مستدام في كتاب جميل لابن بطوطة يعني وغيرهم من العلماء اللي كانوا يوصفون يعني ما كانوا في مجالاتهم لكن كانوا يوصفون فيها بعض الدول فالحين الإعلاميين اللي طالعين في السوشيال ميديا لما يروح دولة يوصفها الوصف القديم الوصف أيام الدولة العثمانية وأيام الدولة العباسية لأنه يروح على الأماكن هذه القديمة فتحسين بلذة الوصف يعني وصف المكان لما كانوا يوصفون الأندلس أو البندقية فتشوفين يعني الوصف جميل جدا بالكلمات صحيح. فتحسين بالمتعة أحيانا تقولين الوصف هذا أجمل من الصورة اللي نحن قاعدين نشوفها صحيح لأن حتى يعني الكتاب يعتمد على من المؤلف يعني صحيح. في كتب العناوين فيها متشابهة بس يقول لك اقرأ من مؤلف الفلاني تحس بجودته أكثر صحيح يعتمد على إحساسه نعم الإحساس اللي موجود أكيد كلمة أخيرة أستاذ تقدمينها في برنامجنا شكلك في سؤال تبغى تقدم لا والله شوفي دوما الحوار مع شيء خاص بالكتاب أو الثقافة يعني ما نبغى نختم تحسين بالمتعة وتحسين إنه غني جدا وكبير وطويل فحتى نحن لو ما محضرين نبغي نتكلم أكثر لكن الوقت يا سيام أنا ما أقدر أقطع الوقت فتفضلي يا سيام كلمة أخيرة استطيع تقدمينها من خلال برنامجنا أشكركم على هاي الاستضافة وإن شاء الله نشوفكم في مهرجان عمان للكتاب الثاني ونستمتع بالفعاليات اللي تكون موجودة طبعا بتكون إن شاء الله فعاليات جدا مختلفة لأنها بإطار شعبي تراثي أكثر إن شاء الله أكيد الله يوفقكم إن شاء الله. يا رب جميعا بس ميثا أنا قبل لا أختم في دوما الحين في تحدي إن تسع كتب أنا لو تعطين نصيحتين لنا وللمشاهدين عن كتابتين ممكن نقراهم أنت قريتيهم كتجربة وتبينا نحن نقراهم في كاتبة اسمها لطيفة اللغاني كاتبة كويتية حبيت كتابها لأنه يخليك تطلع من استرس الحياة اللي هو اسمه بلوك العاطفي أنا جميل. جدا أحب الكتب اللي هي فيها تحفيز الذات جميل جدا جدا كتابها أكيد. فاستمتعنا وياك أستاذة تسلم ربي يسلمك الله يسلمك جودر بالسلامة واستمتعي بأجواء الفجيرة الجميلة إن شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا لك أستاذة ميثا سعد السويدي مدير قسم المعالم السياحية في متحف عجمان شكرا لك في دائرة التنمية السياحية عفوا شكرا لك العافية أكيد ومن الثقافة ومن الكتب إلى السعادة والكتاب أكيد هو يعتبر السعادة كذلك زميلي عبد العزيز ولا لا طبعا يوم ما تقرأ كتاب أكيد بتكون سعيد وفي مبادرة جميلة سعادتكم تهمنا أكيد في سعادة منو تهمك في الحياة؟ أنا سعادتي أول شيء أنا بالذات وبعدين سعادة الأشخاص اللي حولي لأن إذا أنا سعدت نفسي أكيد بقدم السعادة للآخرين جميل جدا أكيد وهاي اللي نظمها نادي اتحاد شلبة من أجل إسعاد الموظفين إسعاد الموظفين تكريما طبعا الجهود اللي يقدمونها موظفينهم مشاهدينا خلال السنوات الأخيرة شو رأيكم نتابع مع بعض هذا التقرير؟
البدايه نشكر تلفزيون الفجيره على التغطيه الطيبه ومشاركتنا فعالياتنا، مشاركه دائمه معانا. طبعا الفعاليه هذه فعاليه بعنوان سعادتكم تهمنا. مثل ما عارفين في اي مؤسسه وفي اي منشاه وفي اي وسط عمل، اي بيئه عمل، فيه جهد يقوم فيه فريق العمل طول الموسم الرياضي عندنا في النادي. نطلق مبادره اللي هي المبادره هذه سعادتكم تهمنا، منها نقدم شكر بسيط للموظفين وللمدربين والطاقم اللي موجود اللي جالس يشتغل والجنود المجهولين طول فتره الموسم الرياضي. ما في شك ان المبادرات هذه تخلق بيئه عمل محفزه، تحفز الموظفين على الاداء وعلى بذل المجهود. جميل هو السعادة سهام، وجميل أن نحن دوما نسعد الموظفين، وخاصة في المجال الرياضي يحتاجون السعادة لأن دوما حزنانين في كل مكان. في كل مكان، لا 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 ما عاد في كل مكان طبعا من السعادة، ودوما السعادة مربوطة بالصحة. اللي إنسان الحزين ومضايج دوما يكون تعبان أكيد، ويبين عليه. يبين عليه؟ أكيد. فنشوف راح نعرف عن مؤتمر أبو ظبي السنوي والسنوي العاشر للعناية بالجروح يا سهام. أكيد، هذا اللي نظمه التجمع العالمي المتخصص للعناية بالجروح تحت شعار معا نمضي نحو التميز في الشفاء. والمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول المؤتمر تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة صفاء المصطفى المدير التنفيذي للمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية، للتمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية. مرحبا بك دكتورة. يا هلا ومرحبا. الله يعطيك العافيه. في بدايه دكتوره خلي لو تعطينا نبذه عن مؤتمر ابو ظبي السنوي العاشر للعنايه بالجروح. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المؤتمر اول ما بدا اعماله لاول مره كان في عام 2009. نعم. وعلى مدى السنوات المتتاليه لمده 10 سنوات اليوم لهذا طبعا بدا على نطاق ضيق، وخلال هذه السنوات تم تطور المؤتمر عام بعد عام واتسعت رقعته الجغرافيه من الناحيه المحليه الى ان شملت كافه دول العالم بتنوع التطورات المواد العلميه والمراجع والمجال الخاص في العنايه بالجروح في الوقت الحالي. نعم. دكتوره، المواضيع اللي ناقشتوها في المؤتمر؟ طبعا في عده مواضيع مختلفه تبعا للدراسات الجديده والمستجدات والتقنيات في العنايه بالجروح، ومناقشه عده ممارسات تقريبا بحدود 1200 متخصص في الرعايه الصحيه بحثوا هذه المستجدات. وكان من اهميه التخصصات لتحقيق نتائج ممتازه توجه وتسلط ضوء على الشفاء بالجروح، منها 8 جلسات علميه، 41 ورقه عمل، محاضره، 20 عمل بحثي وبحوث اخرى، وملصقات جدارية وورش عمل متخصصة. كانت تسليط الضوء زيادة هذه السنة ومهتمين في شفاء الجروح مثل الوقاية من القدم السكرية وجروح الجلد باستخدام الذكاء الصناعي في مجال العناية بالجروح والجروح المزمنة، واستخدام الليزر والخلايا الجذعية وتقنية العلاج بالأكسجين عالي الضغط لعلاج الجروح. نعم، خلينا نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر في دورته العاشرة دكتورة. طبعا هذا المؤتمر في هذا العام العاشر له دور كبير وتركيز تخصصي على إحدى أهم المشاكل الصحية التي تلامس حياة جميع المرضى وعوائلهم، حيث لها أن تأثير بالغ على طبيعة الحياة الصحية العامة، وهي مشكلة الجروح ومضاعفاتها. كان لها دور، طبعا إحنا نعرف لما نتكلم عن علاج الجروح نتكلم عن الجسد، عن النفسية، عن الناحية المادية، كل هذه تلعب دور في التأثير على أهمية أن تسليط الضوء خلال هذه الدورة العاشرة. من أهم الأشياء اللي كان لها ثمرة جهد متواصل خلال 10 سنوات أن توجت دولة الإمارات وبالخاصة اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة الكونغرس العالمي للعناية بالجروح لعام 2020 السنة القادمة. هذا حدث عالمي الأبرز في هذا المجال، بحيث يكون عندنا يمكن 6000 من الوفود المختصين في أرجاء العالم. موفقين خير الدكتورة صفاء المصطفى المدير التنفيذي للتمريض في مدينة الشيخ زايد الطبية، شكرا لك. العفو، جزاكم الله خير. طبعا سهام راح نروح، انا حضرت الجلسه اللي صار جلسه قراءه شعريه بعنوان سلطان العويس ربان البحر والشعر، انا حضرتها كان يوم الخميس، وكان جدا جميل الاجواء اللي كانت موجوده هناك. نعم. واستمتعنا بصراحه بامسيه شعريه وايد حلوه. حلو، خلينا نتابع معكم هذا التقرير، ايش رايك؟ خلينا نشوف التقرير. يلا مشاهدينا.
طبعا بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر ينظم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية هذه الجلسة الشعرية، وهي قراءات شعرية في سيرة الشاعر سلطان العويس تحت عنوان سلطان العويس ربان البحر والشعر. طبعا استضيف فيها عدد من الشعراء والشاعرات من جميع أنحاء الإمارات، الإماراتيين والعرب، للمشاركة بقراءات شعرية بهذه المناسبة احتفاء بهذه القامة الشعرية الإبداعية اللي كان لها دور كبير في تأسيس المشهد الشعري في دولة الإمارات. طبعا المناسبة اليوم قراءات واستشراف لروح الشاعر سلطان بن علي العويس، والذي يستحق أكثر من هذا، ويستحق أن يعني نذكر مآثره ونذكر أشعاره. فهو شاعر فحل، شاعر عرف برقة مفرداته وبساطتها إلى جانب التنوع والعمق في هذا الشاعر الجميل الذي أثرى الساحة الأدبية والساحة الغنائية، وكان له طبعا أفضال كثيرة وأمجاد في دعم ورفض الشعر والساحة الشعرية من خلال تنوع الجوائز، من خلال دعم الشعراء، من خلال التظاهرة السنوية التي يحتفل أو تحتفل بجائزة سلطان العويس. فعلا استمتعنا بهذه الأمسية، كانت أمسية جميلة، نشكر فيها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبيت الشعر على هذا التنظيم الجميل، وكانت جلسة حبية حميمية جدا، ونشكرهم على الجلسة التراثية يعني الموجودة هذه. الأمسية أكثر من رائعة لأنه فيها يسود الاحترام والذوق والكرم والمضيافين ومزوقين وكل الحاجات الحلوة، وبلاس أنه كمان في جنسيات مختلفة، يتواجد أكثر من 180-200 جنسية على أرض الإمارات، وفيها كل الالتزام وفيها كل الاحترام وفيها كل الحب وقبول الآخر بجميع الثقافات، بجميع اختلافات الجنسيات، بجميع الشكل، بجميع النوع، بجميع الأديان. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم موضوع آخر. عبد العزيز، ما شاء الله موسم الثقافة الرياضي بالذات في دولة الإمارات نقول ما ينتهي، كل يوم في إمارة. طبعا والاهتمام بالرياضة يعني شيء أساسي، أسهام، لأن الشباب أنتوا تدرين الطاقات اللي موجودة عندهم لابد أنهم يفرغونها في الأماكن الرياضية، والرياضة دوما مفيدة حتى في بناء المجتمع، في بناء الشخص نفسه. يعني أنت بتمارس رياضة الحين خلاص؟ إيه على طول يا سهام، أنا أقدر أوقف عن الرياضة؟ إن شاء الله، إن شاء الله. شو اللي غير؟ يعني أذكر مرة قلت أنت وهي حب من طرف واحد. خلاص صالحنا ويا بعض وقعدنا في الكوفي وكلينا. أوكي، مشاهدين تعرف أكثر عن هذا الموسم الثقافي الرياضي في نادي رأس الخيمة، ونتكلم عن أهمية الرياضة فعلا للشباب مع زميلتنا أو مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذ حصة سيف نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة الرياضي الثقافي. مرحبا بك، نورتي البرنامج. أنا والله سمحت. هي زميلتك بعد، أنتوا قاعد تسولفون مع بعض ما شاء الله. إيه إيه، عشان كذا زميلتي. عادي، مش ضيفتنا اليوم. شو الحالة استثنائية إن هي زميلتنا اليوم عشان خاطر. أربعتنا زميلتنا. كيف الحال إن شاء الله؟ ترى نحن كنا في مجال الإعلام الصحفي ومذيعة. أكيد. لو تعطينا نبذة، يعني نادي رأس الخيمة طبعا معروف تاريخيا وغني عن التعريف، بس نحن نبغى نبذة عن نادي المشاهدين عن نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي. نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي يعتبر تقريبا أول نادي، خلينا نقول من أقدم الأندية في الإمارات وفي رأس الخيمة بالذات، تقريبا تأسس سنة 1965، ما شاء الله أكمل يعني أكثر عن 50 سنة في المجال، والحمد لله يعني على مدى هالسنوات كلها يعني إلا ما يبرز فيه شيء. مش أقدم نادي بس أساس نحن نقول المشاهدين، أقدم نادي أعتقد في دولة الإمارات هو نادي النصر إلى الآن، يعني أساس إنه ما نصير لبس. هي رياضي ثقافي، حتى كل شيء رياضي ثقافي. أوكي، نحن 65 ما أعرف كم عدد نادي النصر. الله يعطيك العافية. يعني أهمية وجود مثل هذه النوادي في الإمارة. شوفي سهام، أحس النوادي الرياضية تعتبر أحد خلينا نقول المؤسسات الضرورية في المجتمع. صحيح. كونها تكمل الأدوار
دور البيت ودور الأسرة، دور البيت ودور المدرسة والنادي، يعني هالثلاث مؤسسات أحس ضرورية في كل مجتمع عشان تكامل الأدوار فيها وتتوزع، بحيث ناحية نوجه نحن الأجيال للرياضة اللي هي تفيدهم بالأساس في حياتهم بشكل عام. أكيد. لو نتكلم أنتوا في الموسم الثقافي الرياضي اللي موجود في نادي الرأس الخيمة، كلميني أكثر عن الأنشطة والفعاليات اللي أطلقنا الموسم الثقافي الرياضي الثاني تحت شعار التسامح الرياضي تنافس حضاري بروح رياضية. جميل. عبارة عن الموسم عبارة عن محاضرات وكذلك أنشطة رياضية. أطلقنا أول شيء كانت محاضرة عن ثقافة التغذية الرياضية، لأن مثل ما عارفين نحن أهمية الرياضة وايد مهمة. صحيح. والحمد لله يعني في دولة الإمارات عدد اللي يمارسون رياضة ما شاء الله أعدادهم كبيرة، بس للأسف يعني نحن بعدنا عندنا قصور في من ناحية الثقافة التغذية الرياضية. صحيح. يعني كيف نغذي نحن جسمنا، كيف إذا أنت بتواكب المجهود اللي انت قاعد تبذله لازم هذه قابله تغذيه عشان تكون متساوي او تكون تستفيد اكثر من النشاط الرياضي اللي قاعد تمارسه. فالحمد لله جزاه الله خير استضافنا استاذ حمد العوضي بهالجانب، هو ما شاء الله ضليع يعني في ثقافه التغذيه الرياضيه، واعطيناهم مثل المحاضره في هذا المجال. سمعتي سهام؟ نعم. احنا في دوله الامارات الكل يسوي رياضه، ليش انت تقولي انا ما اسوي رياضه؟ عدد كبير منهم صراحه في يمارسون الرياضه. كم يوم قاعد يقول انا ورياضه حب من طرف واحد، يحاول يتريض ما يقدر، يحاول يتريض، اليوم يعني بقول لي اتريض. اي انا نشاط رياضي. انا اتصالح وانا تصالحت ويا رياضه وبعد ما ادري ليش انت زعلانه، انا بركب الخيل بعد اسبوع الجاي. والله شيء طيب. بطلع تقارير. صراحه الفروسيه صدق هذا عالم رياضي. وبطلع تقارير للخيل بعد. جميل. ان شاء الله وايد روعه. يعني مو بس هان انا اشجعك واحفزك صراحه، لان صدق عالم الفروسيه بالذات هذا بحد ذاته نشوف الرياضه في كف والفروسيه في كف ثاني. فعلا قدره وتحمل البارحه. لو بنتكلم شويه بما انكم جبتوا الفروسيه وكذي، انا اشكر البارحه فعلا كل الفرسان والفارسات اللي كانوا في مهرجان ابو ظبي للقدره الختام. طبعا مسافه 120 فعلا هي مسماها قدره وتحمل، وفعلا شبابنا وبناتنا بينوا انهم فعلا قد هذا التحمل رغم الأجواء المغبرة البارحة والرياح، بس قدروا يقطعون 120 كيلومتر. لا ما شاء الله عليهم صراحة. الوحش بعد على جدام إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة خلينا نرجع نتكلم الرياضات المتاحة لفئة الشباب من الذكور ومن الإناث اللي قاعد يوفرونها في نادي. عندنا في نادي رأس الخيمة رياض ثقافي طبعا النشاط أساسي كرة القدم، والأنشطة الثانية اللي هي الإفرادية خلينا نقول الكاراتيه والتايكوندو ألعاب القوة. والدراجات هذا حق الشباب، وعندنا اول فريق نسائي للجيتستو ما شاء الله. نعم يعني. كم العدد المترددات على هذا النادي لو تكلمنا عن نسبتهم؟ يعني تقريبا عدد المنضمات للفريق الجيتستو وصل عددهم 50 عضو ما شاء الله. في مارتاس خيمة بس. اي نعم. جميل استاذه حصه. اليوم نحن للاسف الشديد حتى سهام النادي خلاص صار الانطباع انها كوره وفريق اول وخلاص، ينسي المراحل السنيه، الرياضات الثانيه صارت تختفي. فأنتوا حلو في رأس الخيمة عندكم تنوع في الاهتمام، وعندكم حتى فئة يعني البنات يعني الإناث دخلتوا لهم رياضة جديدة. نعم. والاهتمام سركم بهذا الاهتمام والاهتمام المتنوع مش بس على صعيد كرة القدم. هو شوف نحن الأندية أحس أن ما شاء الله حتى في رأس الخيمة تقريبا أربع أندية من ضمن ست أندية دخلوا فيها ما شاء الله العنصر النسائي في مجالس الإدارة، ومن دخلوا العنصر النسائي أحس قام ينشط الأنشطة الثقافية الرياضية في هذا المجال. هنا حتى في الدولة نحن عندنا المجالس الرياضية صار للمرأة دور كبير. أكيد. يا سهام وبارز توجه دولتنا. أكيد. في أن تكون المرأة نصف المجتمع، هي أساس نصف المجتمع، فهي بين مع الرجل موازية للرجل. بالضبط. جنبا إلى جنب. خلينا نتكلم عن الأنشطة والفعاليات القادمة أستاذة حصة. إن شاء الله بنستمر نحن الموسم الثقافي الاجتماعي استمر لمدة 3 أشهر. نعم. بدأنا في شهر 2 اللي هو شهر الابتكار كان، وشهر 3 وإن شاء الله شهر 4 على نفس النمط. في كان رحلات خلينا نقول ممكن رياضيه. نعم. لان احنا طلعنا في شهر فبراير او في شهر مارس رحله لجبل جيس، بعد هناك مارسنا رياضه في نفس عشان بعد مناسبه اليوم الرياضي الوطني. نعم. ومشينا تقريبا 3 كيلو و4 كيلو في هذه المنحدرات في جبل جيس، بعد كان نشاط وايد جميل. أكيد. في الرحلات اللي يعني
نسلط الضوء على الأماكن الجميلة في بلادنا صراحة، وخاصة في وقت الشتاء، يعني كل مكان أحس تشوفين متنوع التضاريس في بلاد الإمارات. فجميل التنوع، وحتى جميل التنوع في ممارسة الرياضة، أكيد. مش بس رياضة واحدة يا سيهان، لأن إحنا ممكن نمارسها. موفقين خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنا شكلي بشوف عبد العزيز في تريثلون سباحة وجري جميل. شكرا أستاذة حصة سيف ناب، رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة الرياضة الثقافي. سيهان خلاص أنا راح أدخل وياك التحدي في الخيل إن شاء الله. عادي. بالعكس أنا شجعت. ليش تقولين وأنت خايفانة؟ والله أنا مشاهدينا بالعكس أنا أشجع ومن المشجعين بس في أشخاص الرياضة. أوكي أنا أقصد في البلاي ستيشن مو في الصيد. في البلاي ستيشن هاي مو برياضة بعد؟ يسموها رياضة الألعاب الإلكترونية. أنت قاعد تشجع عيالنا الحين على هالألعاب الرياضية؟ أنا ما أشجع يعني قاعد مكانكم قاعد مكانكم ولعبوا. شوفي سمنة وأمراض ما فيها حركة، ما في حركة في اليد، ما فيها أعصاب، ما فيها توتر، ما فيها الأمور هاي يأثر عليك. فيها هي تعتبر رياضة. حتى الحين في بطولات كبيرة في البلاي ستيشن تدرين. أكيد. فأنا قلت بتحداش في البلاي ستيشن يعني مو في الصج. وهنا أنا عن نفسي في مجال البلاي ستيشن وغير هاي جدا بتجيب لي كيرم. أوكي الكيرم بعد يعني قديمة خلاص ها في رمضان أنا كيرم أنا كيرم بلاي ستيشن لا. زين خلينا نروح الله يعطيك العافية رب. أكيد مشاهدينا تابعونا بعد هذا الفاصل مع مواضيعنا المتنوعة. حياكم الله ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل. يا حياك الله يا سهام. طبعا حلو الثقافة وحلو إن نشوف التنوع الثقافي والمشاركة الثقافية اللي نشارك فيها ثقافتنا نشارك فيها ونفتخر فيها بين مختلف الشعوب ومختلف الثقافات الثانية يا سيهام. أكيد. واليوم بسلط الضوء مشاهدينا على جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء في المغرب، وخاصة بسلط الضوء على ورقة العمل تحت شعار المرأة والشباب في صلب التنمية المستدامة. وراح نعرف تفاصيل أكثر مع الأستاذة أمنة الضنحاني اللي هي المديرة التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. يا أهلا وسهلا ومساء النور وسرور عليك. مساء النور والسرور. حياكم الله. مرحبتين. الله يحييك. كيف الحال أستاذة؟ الحمد لله بخير. اليوم أنا يمكن بخلي كفة الحوار للأستاذة وتلميذها يعني التلميذة اللي موجودة. لا انقذني من التلميذ. أنا أبا أدير الحوار ومعلم. بس لأن يعني أنتم من يأتوا على طول استلمتوا أنك أنت أبلتها، فأنا هنا وحداني يعني قاعد. لا لا إن شاء الله أستاذة. أنا حتى هي تبغى تبدا السؤال وهي متحمسه اكثر دوم ان احنا نشوف استاذنا نبغى نطلع طلعتنا. اي بنكون احنا نبين شطار صح. احنا شطار ليش كنتوا تنومونا استاذه؟ قبل لا نبدا صلب الموضوع تفضل. كانت شاطره في المدرسه؟ اي كانت شاطره. صدق 80 90 يعني شو شيء كان يميزني؟ شاطره بس كانت طموحه. بس هاي بس شوف شوف كانت طموحه. حتى قلت لها انا في يوم من الايام تراكي بتستوي شيء زيها فارسة ما شاء الله. ما شاء الله أنا داش أتحداها إن شاء الله قريب استعلى. والله نعم. وهي على فكرة قد التحدي تراها. حبيبتي الله يحفظك. يعطيكم العافية إن شاء الله. أستاذ عمنا خلينا نتكلم عن مشاركة الجمعية في الملتقى الدولي الثالث في مدينة طنجة المغربية. جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية طبعا ممثلة لوفد الإمارات العربية المتحدة لهذا الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء الرائدات اللي عقد تقريبا من 14 مارس إلى 17 مارس. كان يدور حول المرأة والشباب في صلب التنمية المستدامة، فوجهت للجمعية طبعا رسالة بالحضور، وتمت مشاركتنا إحنا من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بثلاثة من أعضائها، الأستاذة صابرين اليماحي واللي هي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ سعيد الحفيتي عضو في مجلس الإدارة، ومتحدثتكم آمنة الضنحاني. خلينا نتكلم أكثر عن ورقة العمل اللي كانت تحت شعار المرأة الإماراتية ريادة وعطاء. نعم. ثلاث يعني ورقتين قدمنا إحنا في هذا الملتقى صراحة. وقبل ما نبدأ إحنا في الأوراق التي قدمت، طبعا إحنا نوجه من منبركم هذا الشكر للقائمين على طبعا الملتقى والمنظمين لهذا الملتقى، والذي جاء طبعا مفخرة لنا إحنا طبعا بهذه الدعوة والمشاركة. أوراق العمل ناقشنا ورقتين عمل، المرأة الإماراتية عطاء وريادة تحت مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وأنا طبعا طرحت هذا الموضوع وناقشته من جانب اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة طبعا في الشيخة فاطمة الله يحفظها، الاهتمام بالمرأة الإماراتية ورعاية المرأة الإماراتية وتوفير كل السبل لتتصدر طبعا الصدارة وتتمكن من أداء دورها الريادي اللي وضع لها في خطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا هذا جاء من تأسيس الاتحاد النسائي بدعم من الشيخ زايد رحمة الله عليه وتمكين من الشيخة فاطمة حفظها الله. اللهم آمين. تعطينا أو تكلمينا عن ملخص عن مذكرة تفاهم الموقع مع الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نعم. في نهاية طبعا اليوم الأول طرحنا ورقة العمل. أيضا بأضيف أنه صاحب ورقة العمل معرض بسيط يتناول العناصر والمحاور اللي طرحتها أنا في ورقة العمل. طبعا جهود الشيخ زايد رحمة الله عليه في الاتحاد النسائي ودعمه الاتحاد النسائي ما وصلت إليه المرأة الإماراتية في الوقت الحاضر من خلال أنا عرضت نسب في العمل الحكومي وفي الوزارات وفي المجلس الوطني، كم نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني، وأيضا فتحنا مجال مشاركة المرأة الإماراتية في كسيدة أعمال في المجتمع الإماراتي وخارج المجتمع الإماراتي. فطبعا كان لقى يعني حضور جميل واهتمام جميل طبعا وابتهاج بدعم اللامتناهي لحكومة دولة الإمارات للمرأة الإماراتية. جميل السابع. مذكرة التفاهم وقعت ما بين جمعية الإمارات جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وما بين الجمعية المغربية للتنمية والثقافة الاجتماعية، تدور حول فتح باب التعاون طبعا والمشاركة في الملتقيات، المشاركة في المحاضرات، المشاركة بمثل هذه الملتقيات ما بيننا وما بين الجمعية المغربية. نعم. أنا أشوف سهام عندها هنا لو نحن نشوفها. نعم. بس مع هذا كان الصور حلوة اللي موجودة داخل. شكرا مرة علي. اللي هي الملتقى الدولي اللي هو لو تكلمين أستاذة عن نعم الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء الرائدات. طبعا هو من خلال أوراق العمل عرضت طبعا كل دولة كانت مشاركة بورقة عمل حول الشباب، دعم الشباب، تمكين الشباب، وأيضا كانت لنا إحنا أيضا مشاركة بورقة عمل قدمتها الأستاذة صابرين نائب رئيس الجمعية، تتكلم عن تمكين شباب الإمارات ودعم شباب الإمارات في التنمية المستدامة، وركزت على اهتمام دولة الإمارات بالشباب. نعم. من خلال طبعا وزارة الشباب اللي هي موجودة عندنا إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أعتقد أنها طبعا على المستوى العالمي كاهتمام بالشباب وتمكين الشباب من الريادة طبعا للمستقبل، كذلك مجالس الشباب المتوفرة عندنا إحنا في دولة الإمارات في مختلف الإمارات موجود مجلس للشباب، وأيضا هناك بعض النقاط اللي تكلمنا فيها عن صندوق الزواج ودعم الشباب والمحافظة على تطوير الشباب الدائم عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هل هناك توصيات قدمت أستاذة آملة في من خلال هذا المؤتمر؟ نعم، من أهم التوصيات طبعا هو التركيز على المرأة بما أنها يعني لها دور كبير في تماسك الأسرة، ولها أيضا دور كبير في طبعا الداعم لأي تنمية في أي مجتمع. فطبعا المرأة مشاركة للرجل في البناء وفي التطوير وفي طبعا التنمية الاقتصادية. كانت أيضا أنه أن تلعب الشعوب العربية طبعا بالأمن والأمان حتى تكون هناك عندنا إحنا تنمية مستدامة طبعا، وأشرنا من خلاله إلى الحمد لله إلى الأمان والأمن اللي طبعا يتصدر أولويات حكومتنا واهتمامهم بهذا الأمر، وطبعا تلاقي فيه المرأة اهتمام والشباب اهتمام، بالإضافة إلى من أهم الأمور اللي يعني التوصيات اللي هو الترابط الدائم بين طبعا الوفود العربية والتواصل الدائم لنقل الخبرات وطبعا تبني التجارب الناجحة بين المجتمعات العربية. ممتاز جميل جدا.
الله يوفقكم. حلو الثقافة حلوة أكيد سهم. تبادل الخبرات وتبادل الثقافات ما بين الدول هذا بروحة شيء ركيزة أساسية يعطيك نوع من يعني التواصل الوقوف على يعني خبراتهم تجاربهم تبادل الثقافات تبادل الثقافات يصير عندك أنت كمشارك نوع من التفاعل في حضور الورشات في التعليق على أو في اقتراحات ممكن أنت توجهها من خلال هذه الجلسات. أستاذ آمنة لو كيف تشوفين أهمية هذه الورش يعني هل لها أهمية قصوى أن احنا نشارك فيها يعني أهميتها نعم. بشكل عام في التبادل الثقافي نعم. وفي تبادل الخبرات هو عملية التواصل الحضاري ما بين الشعوب ما بين الجيل الجديد في مختلف أنحاء الوطن العربي كتحقيق مثل ما احنا نسميها يعني اللحمة العربية التوحد العربي البيت العربي المتوحد من خلال الزيارات من خلال تبادل مثل هذه الثقافات مثل هذه المعارض خبرات ما بينها تعارف صحيح. أيضا يصير نوع من التعارف والألفة بين الوفود المشاركة صحيح. في مثل هذه طبعا الملتقيات صحيح. طبعا إحنا رجعنا على فكرة يعني معارف جديدة يعني أمنيات إن إحنا نلتقي دائما لمصلحة طبعا مثل هذه الأمور الثقافية والمهرجانات أكيد. الثقافية إضافة كبيرة وقوية جدا نعم أكيد يعني أستاذة تيام الضنحاني ومن النماذج اللي فعلا أنا أفتخر فيها وأقتدي فيها أستاذة أمنا الضنحاني مدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7 شكرا لحواركم الراقي وجلستكم الإيجابية إن شاء الله دائما نكون على تواصل إن شاء الله شكرا الله يعطيك العافية الحين طبعا فاصل بعد شوي الحين عبد العزيز فاصل بعد راح نواصل خلوكم يعني حياكم الله مشاهدينا الأسرة هي نواة المجتمع وأي أسرة ناجحة أكيد بينجح فيها المجتمع صح ولا لا؟ طبعا التسامح وحب الناس وحب الخير دوما نزرعه في الطفل ونزرعه في الشخص من الأسرة راح يبدأ أول شيء أكيد ترسيخ قيم التسامح تبدأ من الأسرة وترسيخ أي مبدأ أي سنة أي شيء تبدأ من الأسرة ما نقول المدرسة أو المجتمع لا, لا. الأسرة هي اللبنة الأولى نعم وفي يعني طبعا راح نعرف أكثر عن دور الأسرة في أو في مؤتمر راح صار اسمه دور الأسرة في تعزيز قيم التسامح نعم. اللي نظمتها وزارة التسامح يا سهام وكان طبعا يهدف الى ان كيف نحن ممكن نوضح حل او تحقيق التعايش كيف ممكن نحن نزرع روح التسامح بما ان نحن في عام أكيد. التسامح يا سهام بس ليش انا اتكلم وايد اي نحن بنتعرف على التخصص موجودين هي. مشاهدينا خلونا نرحب بضيفنا الاستاذ معين عباد المستشار الاسري عشان نتكلم اكثر عن هذا المحور مرحبا بك نورت البرنامج الله يسعدكم الله يعطيك العافيه مساك الله بالنور والسرور كيف الامور ان شاء الله طيب استاذ قلبي الله يسعدكم لو يتكلم عن دور الأسرة في يعني كيف ممكن تزرع التسامح أو التسامح هي صفة كيف ممكن احنا نزرع صفة التسامح في أبنائنا وفي إخواننا الصغار أستاذي شوف سبحان الله الأسرة هي اللبنة الأولى لهذا المجتمع صحيح طبيعي إذا كانت سبحان الله بداية هذه اللبنة في البناء كانت صحيحة سوف تبدأ على يعني سبحان الله بنقاط أهم وأهم صحيح أهمها هي التسامح وأنا أقول التسامح الأسري الذاتي لأنه مرات يكون هناك تسامح نظري في الأسرة يعني الطفل يشوف أبوه وأمه على خير يشوفهم فرحانين سعيدين لكن سبحان الله في تلك الغرفة الظلمة تبدأ سبحان الله تعامل المشاجرة الأب يحط على زوجته الزوجة تبدأ تحط على زوجها ومش المشكلة في هذه أنها تبدأ سبحان الله بنشر تلك الأدخنة اللي أسميها تنتشر الزوجة تتكلم ربيعاتها زوجي سوى وفعل وكذلك الزوج يبدأ يقول زوجتي أنا جننتني أنا رفعت فيني الضغط فسبحان الله تنتشر سحابة من السحائب التي سبحان الله لا تحمد عقبها والتي تبدأ بعد ذلك يصعب على الزوج أو على الزوجة أن يتراجع عن بعض الأمور والتي يكون فيها الضحية أصلا في ذلك الطفل اقتماح التسامح لما احنا نتكلم وزارة التسامح والمؤتمر اللي تكلمت فيه والتي نادت به أم الإمارات الشيخة فاطمة الله يحفظها هذا البرنامج الجميل المؤتمر الجميل اللي كان يبث فعلا ما معنى التسامح الأسري لأنه أهم نقطة والتسامح الأسري مش ترى المشكلة أن البعض يقول أن التسامح الأسري بس ما بين الأزواج لربما حتى يكون ما بين الأخوة صحيح. نرى كثير من الأخوة قطاع نرى ما بين سبحان الله الأخت واختها الفلانية الكبيرة قطاع كذلك يمد بسنين وسنين والداهي والأمر
أن الأب والأم يقفان حاجزان عن أي شيء، والله هم كبار وهم أدرى في نفسهم. صح. وهذه النقطة السلبية، فأنا أقول لابد للأب والأم أن يكونوا هم الركائز الأساسية. صحيح. في تغيير مبدأ التسامح عند الأطفال. جميل. دوركم أنتم كمستشارين في تربية مثل هذه القيم أستاذ، كيف دوركم أنتم كمستشارين إحنا نبدأ زراعة أو بث هذه القيم؟ الدور المهم هنا، أنا دوم أقول حتى للمستشار الأسري لابد لك أن تعلق الزوج بزوجها والزوج تعلقه بزوجته. شو تسمينه دواء سحرة؟ مش سحر، عملية تعلق. المشكلة أن البعض حتى والله شوف صاحبين العيلة الحين شوف اليوم زايد بتقول لي ها شو قاعد تسوي. هذا لما الواحد يكون معصب وواحد يعطي نكتة فما يعرف يركز إنه يعصب ولا يضحك، أهم شيء يرد عليه. بس لكن إحنا نقول تسامح، لكن لازم نسوي الله يسعدك دومش سبحان الله سباق بكلماته اللي فعلا نقول تتحف هذا البرنامج الجميل. فلهذا الشيء احنا نقول فعلا الدور اللي احنا نقومه في تعزيز هؤلاء الازواج ان احنا نربطهم الاثنين مع بعض. جميل. لازم تعرف الزوجه ان الزوج عباره عن مخلوق بشري مش ملائكي، والزوج كذلك لازم يعرف ان الزوجه بشريه مش ملائكيه. مش والله اذا سبحان الله عايشين 15 سنه 10 سنوات في لحظه سبحان الله لخطا بسيط هد هذا الجسر. نعم. والريال ما يملي عينه شيء، تصدق؟ ايش والله يا اخي والله صدق انا قلت تعرف ليش ما يملي عينه؟ تعرف ليش ما يملي عينه؟ انا ما قلت شيء لانه يرى الدنيا بما فيها وبحذافيرها اللي هي زوجته. لا وين يا ريال تقول كلام بس كذا، انا اسمع انا اعرف انا دومي اقول نطقه يعني شخص منكم وفيكم دومي شوفي بعض الحالات لازم شوي نتجرب منها، مرات تكون اقاويل فكريه يدور الشهره. ايوه لكن الاساس اللي اقوله الرجل، شوف خلينا واقعيين شوي ننحاز شوي. انت بالنسبه لك لو كنت مبسوط مع زوجتك بتكون مبسوط في الاذاعه؟ لو كنت عشان شيء اقول انا ما متزوج، انا متزوج ان شاء الله. لما تكون مبسوط مع زوجتك طبيعي بتكون مبسوط في الاذاعه، المخرج يحبك حب لا تعلم الا الله. المخرج زعلان مني والله. المخرج اسمع مني، المخرج بيكون احب الناس لك. تعرف المخرج نحن في عام التسامح، تعرف ان المخرج يقول لو انت عرست علاقتي راح وياك تنقطع. هو معرس المخرج؟ انا ما اعرف شو اسمه المخرج. معرس؟ لا الظاهر انه يحب زوجته كثير. اي وايد الحمد لله. تعرف ليش ما يبغاك تتزوج؟ ليش؟ لانه ما يبالك انك توصل الى الجنه اللي هو وصلها. يا الله. فهو سبحان الله يحاول يستدرجك انك تظل عزوبي. زين انك نبهتني انت بس. بيني وبين الكلام بعد الحلقه. زين لو نحن نتكلم عن دور الاعلام في نشر التسامح، بما ان نحن في عام التسامح، لكن للاسف يعني هل دور الاعلام ايجابي انت تشوفه؟ شوف النقطه اللي انا ما زلت اقولها، الاعلام يقدم نقاط جميله، واكبر دليل وجودنا في هذا البرنامج. فعلا قاعد يرسل رسائل. لكن الدور المهم، هل الاعلام يختص بالتسامح الحقيقي؟ ام التسامح الذي الظاهر فقط اللي بس على وقت المشكله؟ لا، الاعلام الجميل لما يكون مختص ولا يكسر مجاديف الاسر. الاعلام الجميل لما يقدر يوصل رساله جميله سعاده وناسه، يعني مثلا قبل فتره كانت عندي محاضره في احدى المدارس، جزاهم الله خير جمعيه ام القوان الخيريه بالتعاون مع فريق طموح الاعلامي، كانوا يحاولون زراعه، فكان الفريق يسعد ويبسم ابتسامه الاطفال. وبينما انا قمت اتجهت لوين؟ اللي هم الامهات اللي موجودات. ليش؟ لان احنا نلعب هني الدور الاعلامي. نلعب الدور الاعلامي كيف انا اقدر اتخاطب مع عقول اطفال، وكيف انا اقدر اتخاطب مع عقول امهات. اذا قدرنا نوصل مفاهيم جميله سوف نصل الى حقيقه اجمل من ذلك، انه يصبح الدور الاعلامي مرحب به ويفتح في الشاشات، وبالعكس برامج تكون جميلة. خلونا واقعيين، قليل ما نرى من البرامج اللي قاعدة تبث عندنا خلال هذه الأيام عن الأسرة مثلا. أستاذ معين أنا خليني أسألك سهام، نحن تونا كنا نتكلم تقريبا نموذج عن الإعلام، الحرمة لما تقعد التلفزيون يطلع الشخص يقول الريال ما يملي عينه شيء، تطلع الحرمة تقول الحرمة هي الغلطانة، فكل واحد قاعد في البيت يقول لا أنت الغلطان، ها في التلفزيون قالوا شيء، ما يتفقون على راي واحد. ما في يعني دوما احنا نقول الريال غلطان او الحرمه غلطانه، ما يعني ما في حل للمشكله، ما نرجع للمنبع الحقيقي. نعم. ما نرجع له المشكله. صح. الجينا حتى لدرجه ان الحين مثلا وصلنا الى درجه ان البعض من الاشخاص بدون ذكر الاسامي يوصل لدرجه في اي لحظه مثلا يعني تعلم له كلمتين قال المستشار الفلاني، والله العظيم ان المستشار الاسري قد يصبح مدمر بشري.
يدمر البيوت إذا لم تكن. وكذلك الإعلام، الإعلام إذا لم يكن نافذة للأسرة من باب التسامح كيف يستطيع أن يغزو هذا الشيء؟ والله العظيم أصبحت هذه النافذة عبارة عن وباء لا يتوقف من هذا الشيء. مثلا من نجي مثلا لو نتكلم عن موضوع مثلا مثل المسلسلات الأشياء اللي تحرض أن المرأة تكون متسلطة على الرجل وأن الرجل يكون متسلط على الرجل، الأبناء متسلطين خلاص يتعودوا، الأبناء يقوم يصرخوا كل يوم. نحن مثلا مرات واحد يقول التنمر، خلونا واقعية، متى طلع عندنا التنمر؟ صحيح ما طلع عندنا التنمر صحيح. على أيامنا طلع؟ لا على أيام الثمانينات والسبعينات ما طلع عندنا شياب وايد. لا أنت ويانا هذا بيقول أنه صغير يعني تنمر بعد أنا وانت أنت في الأربعينات الحوار الأربعيني يكون وأبوي عليك إحنا إي وأبوي وش بعد أنت في الأربعينات يعني أيام التنمر عندنا كان موجود؟ لا ما كان موجود. ليش طلع التنمر؟ تدري ليش؟ لأنك نحب بعض بشي شفافية ما في شيء لا على طبعت أمراض عندنا جديدة في الحياة، تنمر التسلط من وين طلعت؟ اعذرني على الكلمة قد تكون من نافذة الإعلام التليفونات صح. المسلسلات صح. في شيء يا محلى أيام عدنا نولينا وجودي أبو دوسالي والكابتن ماجد عشان يقول لحق باصل والله يعني. وانت لا لا هذا هو لحق على باباي ما ب... لا باباي انت ما لحق عليها لحقت باباي المخرجة تقول ساندي بيل ساندي بيل ولا هاي لا ما لحقنا عليها هاي الناس هاي الظاهر من 50 فوق لا هاي الناس الراقيين احنا لا والله لحقنا جودي أبو كابتن ماجد عدنان ولينا على خماسي كانت مجتمعية جميلة اما الحين الله المستعان انا من يومي ما اشوف رسوم انا من ولايتي على طول على البرامج والاخبار عشان كيم ما متزوج لو تابعت عدنان ولينا كيف عدنان كان يسوي مع ولينا بتعرف شو بتعرف استاذ خلينا نتكلم عن اختيار سمو الشيخه فاطمه هم الامارات رائده للتغيير الايجابي على مستوى العالم من قبل منظمه الامم المتحده كيف لا يختارون من لا يختار ام ام الامارات لماذا سميت بام الامارات فعلا تعرفين ليش لانه كان زوجها شيخ زايد الله يرحمه لانه كانت تساعدها اليمين صحيح كانت إنسانة أول من أراها في عيني وفي قلبي أدعو لها هذه الشيخة السبب أخذت بيد الأم الإماراتية البنت الإماراتية حتى الكبير والصغير المراكز نشرت المراكز التوعوية مو على مستوى بس دولة الإمارات حتى على المستوى الخارجي صحيح. نشرت رسالة جميلة هادفة إلى الأمهات ما رفعت من الأمهات فقط لا وعلمت الأمهات صحيح. الدروس التربوية كيف فعلت نعلم هي أم لمن لقائدنا الحمد لله الشيخ محمد بن زايد وتم تسليط الضوء بعد على دور سمو الشيخة فاطمة أم الإمارات في المجتمع الخليجي والعربي والدولي من خلال هذا المؤتمر لو تكلمنا كيف سلطت الضوء عن الأمور اللي صارت سلطنا بجميع أعمالها اللي كانت تقدمها وهي ليست أعمال مكتوبة كانت ملموسة. أعمال ملموسة كل الإنسان كل الأشخاص كل الأرواح البشرية الأرواح اللي يقول البنت الإماراتية الخليجية العالمية بنت حواء تحت خطين هي من قامت بدعمها هي اللي من قامت بزرعها هي اللي من نشرت لهم العلم هي اللي سلطت جميع التكاليف بكل ما كانت سواء مادية معنوية لأجل أن ترفع قيمة المرأة نعم. لذلك أنا نتكلم عن أم الإمارات أنا بشوي بعد نتكلم تخلينا نتكلم أكثر عن هذه المرأة فعلا القوية المساندة لزايد الخير حديثها لا ينتهي أكيد صحيح. أقلب دفتر أيامي أدور شيء لها بس أتكلم فيه والله أعجز عن الحديث الكتاب الرواة القصص الذين يدعون السعادة كل من يكتب وكل من قال أشعار والله لا أعجز عن الحديث عنها إلا بكلمة واحدة الله يحفظها لو أي الله يحفظها إنسانة سطرت لها من كلماتي ومن أقوالي ومن أفعالي هي لها معجم خاص نشوف المعجم اللغوي الوسيط والوجيز لكن المعجم الخاص بالشيخة فاطمة غير لأن المعجم يحتوي على كلمات غير موجودة وغير متوافرة والشيء الأجمل من ذلك أخت سهام أن جميع هذا الكلمات التي تخرج والتي ننطق فيها أجدها في كل بنت إماراتية جميل. اليوم نرى ما شاء الله الفارسة ونرى المذيعة يعني قد سنت يعني قصد الشيء شكرا لك نرى الفارسة ونرى المذيعة ونرى المخرج عادي أطلع عادي أطلع فسبحان الله نرى الطبيبة نرى ما شاء الله مثل الدكتورة الله يحفظها ما شاء الله أنا جست برع تحت حتى في المجال العسكري في المجال الصناعي في سبحان الله أستاذ معين دوما خلينا نزرع التسامح أبو بكر يقول أبو بكر سالم يقول سامح ترى ما في أحسن من اللي يسامح الله الله صح صادق فكيف يسامح الشخص قبل ما أقول كيف سامح من متى الغنية جيل كم هذه هذه لا نسمعها الأوليين يغنوا أنا مولي كلاسيك بس شوف الثلاثيني ولا العشرين ممكن يسمع بس الأربعيني
أمثالنا يعني. طب والله ما تعدينا الأربعين بعدنا، أنا وسام بعدنا. ما مشكلة. أقيم شيء في التسامح الإنسان كيف يبدأ بالتسامح؟ أنا أقول أول تسامح التسامح الذاتي. تسامح مع نفسك. أكيد. إذا بديت إنك تتسامح مع نفسك. أكيد إذا بتتسامح مع نفسك حتى العمر بيكون مجرد رقم. سامح أي زعلان وما تبغى تسامح مع حد ومعصبة قبل البرنامج. لا ما عليك. هي لو ما تسامح ترى مرات يكون في بعض، خلينا شوي نفصل عليهم، مرات يكون في بعض الشخصيات لو رأيتها أنها خارجية قوية لكن تحمل في قلبها قلب طفل. صح. ولو تحدثها بلغة الجميلة، لغة السجع والكان وما كان ويكون، والله لرأيت الدموع تجري في عيونها. والسبب شو؟ كل إنسان يحمل قصة ربما مأساوية ربما حزينة ويلبس ذاك القناع من أجل الدنيا. صحيح. لكن قلبها ترى طيب، ولو ما تسامح ترى هدفها تعلم الشخص اللي قدامها. فإحنا نبدأ أول شيء بالتسامح الذاتي. صح. الداخلي. إذا تسامحنا مع أنفسنا بنتسامح مع الغير. صح. أما إذا ما تسامحنا مع أنفسنا أكيد. والله لو ينزل الرجل من السماء لفوق يحاول يغير ما يقدر، بأخذ هو ولا بيتغير. صح. هذه هي مشكلتنا. أكيد. الله يعطيك العافية. نتكلم عن حوكمة التسامح للأسرة والمجتمع. حوكمة الكلمة كبيرة جدا. حوكمة قوية هذه. حتى طالع مني بصعوبة يعني شاد عضلي بس. شفتك أنا حتى عيونك كذا قامت تغلغل. شفت أغلط فيها ولا شيء؟ لا 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 جميلة فعلا. هي فعلا أنا أقول العقول هي التي تحكم، لأن كل عقل مدبر منفذ، وكل عقل يرتبط مع روحه يستطيع أن يتعايش مع الآخرين. أما الإنسان لما يقدم أشياء فيها من الفضاوة أو يقول ويقول، مهما وصلت أنت من مرتبة عالية وصلت إلى ما وصلت إليه، والله العظيم لن تصل إلى التسامح. موقف كان مع الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. الله يحفظه. تقابلت معه قالوا لي سلم عليه باليد بس. يوم وصلت عنده قلت له طويل العمر، قال لي نعم. قلت الله يحفظك، الله يقول أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم. أطعنا الله وأطعنا الرسول ولكن أولي الأمر أمامي، فيحرموني أني أحضنك. والله قبل 4 سنوات وحضني الله. وقبل رأسي وقال لي يا زين من رباك. هذه الكلمة. صحيح. شو سوت بأبو زايد من 4 سنوات؟ شو سوت فيه أبو زايد؟ سوت فيه العجب، خلته يبصم بصمات، والله لو تقولوا ليل نهار بصمات لهذا الوطن. كلمة الله. فما بالكم بعقول راجحة. أكيد. عقول مفكرة مثل سبحان الله ولاة أمرنا الشيخة فاطمة الله يحفظها، كيف قاعد تزرع الحين قدامنا. ليش إحنا نشوف البنت الإماراتية وصلت إلى هذه المواصيل؟ هي الحوكمة اللي أنت تقول عنها. صحيح. راجحة سوف تعلم بها. جميل جدا. الله يعطيك العافية. إذن خلينا نتكلم عن دور الإعلام في نشر التسامح أو تعزيز قيم التسامح في الأسرة. هي الدور يجب أن تتكاتف وسائل الإعلام فعلا مع نقول العناصر البشرية الجميلة، العناصر التي ترمز إلى السعادة، العناصر التي تنشر، وليس العناصر التي لها مثلا باع. مثلا نقول مثلا يوم استضافوا الإنسان ربما لا يكون له لا باع من شيء. صحيح. لكن لما نجي مثلا عند الكوادر الجميلة، الكوادر الوطنية، اليوم نجيب سهام تتكلم عن التسامح الذاتي لأن لها خبرة في ذلك، لها علم في ذلك. اليوم نجيب سبحان الله أشخاص يستطيعون أن يحيوا هذا المجال. يجب أن يدرك الإعلام ما معنى التسامح فعلا في الحقيقة، ويجب. صحيح. أن يدرك الإعلام كيفية أن يحول المذهب الذي هو يتعايش فيه في حوكمة، مثل ما قال أخونا، حوكمة الموضوع. ناسي اسمي الأستاذ. ها؟ كيف ما انسى اسمك وانا ارى الجبال امامي. الله يخليك. هذا الموضوع حلو بس انت ناسي اسمي. شكرا لك استاذ المستشار الاسري معين عباد. شكرا لك. فدوما سهام حلقه جميله ورائعه كانت. اكيد تنوعت مواضيعها مره قابلت. شكرا لك استاذ. حبيبي الله يسعدك. شكرا لك. الله يجزاكم. الله يحفظك. معك اخوك عبد العزيز. لو ناسي. لا مش ناس ترى من كثر المذيعين عندي يتخالطوا ذمين. خلاص خلاص. الله يعطيك العافيه استاذ عباد مستشار اسري. شكرا لك اليوم. الله يكرمكم ان شاء الله. سهام، انا قبل فتره قابلت واحد كان سعيد جدا، كل الناس تحبه. قلت له شو سر حب الناس لك؟ تعرف شو قال لي؟ قال لي انا في عمري ما زعلت من حد، حتى عدوي ما ازعل منه. فكانت قاعده في حياتي انا مشيت عليها، لان والله فعلا كل ما اشوف حد الكل يحبه يقول انا ما اكره حد، انا اسامح كل الناس حتى اللي يغلطون عليه. حتى اللي يغلطون عليه، حتى هو يعني يشبه باسل، نفس خط باسل مخرجنا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم. اكيد. سهام، مشاهدينا مواضيعنا متنوعه، شوفونا باشر ان شاء الله بنفس التوقيت مع ضيوف اخرين. حياكم.